السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا فيكم حبايبي بحب ارحب فيكم اليوم طبعا يوم كثير حلو ومشمس والطقس جدا جدا لطيف خططنا انا وبنتي ان نطلع على المول بس اول شي قررنا ان نعمل الغداء عندي هون دجاج طبعا دبابيس اوراق دجاج مبهرين وجاهزين كانوا عندي بالفريزر طلعتهم جبت صينيه طبعا الصواني اللي يعني خلص بعد ما بنستعملها فينا ان أنا نرميها قطعت بصل صفيت هنا طبعا الدجاج وراح اضيف عليهم كمان ثوما آه ثومه بصوص الثوم بيعطيها كتير طعم حلو وتقريبا نص كوب من الميه ورشه فلفل اسود رشه بابريكا وطبعا هيك انا آه غطيتهم بالالومنيوم فول راح ادخلهم الفرن درجه حراره 450 آه ستوة كمان راح اعمل بطاطا عندي بطاطا صغيره كثير كثير طيبه هاي للسلك او للشوي الحبه الكبيره كثير قطعتها الى نصفين طبعا بعد ما غسلها غسلتها رح ارش عليها رشه من الفلفل طبعا رشه من الملح والاورجانو دخلتها الفرن على نفس الدرجه دخلت عليها الدجاج ورشيت عليها رشه زيت ودخلتها الفرن كمان رح اعمل آه طبق جانبي صغير معكرونة بالخضار بالصلصة البيضة قطعت الخضار بصل وفليفلة وفطر طبعا آه اللهم صلي على سيدنا محمد وهون جبت مكلة ضفت في زيت المعكرونة اللي رح استخدمها اللي هي معكرونة الفتاتشينو كتير كتير طيبة طبعا راح احوس الخضار والبصل على الغاز في المكلاب زيت الزيتون سرعت لكم الفيديو شوية لاني فعلا انا علينا امور كثير نقضيها وحبيت اسرع الفيديو والخطوات هاي كليتها انكم تشوفوها كمان ضفنا الفطر مع الخضار كمان راح احوس الخضار ابهرها البهارات راح تكون عن فلفل توم بودرة والزعتر الناشف او الحبك طبعا والملح هاي اهم البهارات انا بضيفها على الباستا او المعكرونه ضفت مكعب زبدة طبعا لبين ما تشوحت معي الخضار ضفنا كمان الفطر اخر شيء الطازه مش متوفر عندكم ضيفوا العلب طبعا هون بهرت ذكرت لكم البهارات ورح اذكر البهارات بصندوق الوصف كثير كثير كانت طيبه وعندي كريمه الطبخ طبعا راح اضيف كريمه الطبخ على الخضار وخليها تتعكد شوية وبعدين راح نصفي او نشيل المعكرونة ونضيفها على الكريمة مع الخضار وهيك بتصير عندنا المعكرونة طبعا جاهزة جدا جدا كانت طيبة ولذيذة الاكلات هاي كليتها عملت اربع اصناف وفي كمان صنف طبعا ما بين بالتصوير لانه فعلا ما كان معي وقت ضفت البصل مع الفليفله بالصينيه ضفت شرايح الباذنجان زيت زيتون ملح فلفل اسود ورشه ثومه وحطيتهم بالفرن أه شوينا كمان صينيه باذنجان اليوم استخدمت الصواني اللي بنستعملها استعمال مره واحده وبعديها خلص بعد ما بنستعملها بنكبها أه علشان اخفف الجلي لما يكون عندي جل كثير طبعا هون بعد ما انسلكت المعكرونة او الفتاتشينو ضفناها على الصلصة البيضاء مع الخضار اللي هي صلصة الكريمة مش متوفرة عندكم الكريمة ضيفوا ملعقتين من الطحين على الخضار وضيفوا الحليب وحركوهم وبتعطينا نفس النتيجة اذا الكريمة الطبخ مش متوفرة عندكم وهي كانت نتيجة الفتاتشينو جدا جدا كانت رائعة طبعا سكبتها بنفس الصينية أه لأن أولادي طبعا بحب إني أوفر لهم الغداء قبل ما أطلع إذا بكون علي مشوار خلاص يعني ما شاء الله زوجي أولادي الثانيين أه لما بطلع أنا وبنتي طبعا بحاول إني أوفر لهم أه الغداء أطبكه قبل ما أطلع من البيت طبعا الدجاج هنا استوى راح أضيف عليه صوص الباربيكيو واخليه يتحمر جدا كان طيب الدجاج مع صوص الباربيكيو كل الشباب كمان بحبوه صبايا والبنات فضفته بهاي الطريقه والدجاج استوى عندي راح احطه بالفرن تحت الشوايه بمجرد ما يتحمر راح اشيله اطلعه من الفرن طبعا هون كل اشي استوى صينية الباذنجان مع زيت الزيتون والبصل والدجاج والبطاطا والمعكرونة زي ما انتم شايفين ما شاء الله اطباق جدا شهية طبعا انا وبنتي ما اكلنا من هذا الاكل مع انه الاكل كثير زاكي بس كنا مقررين ان نروح على المول ونقصنا اكم من غرض من برا وحكينا اكيد وإحنا في المول آه رح نوكل يعني برا ما شاء الله يعني في في ساعة كنت مخلص هاي الاربع اطباق يعني كليتها في ساعة يعني فينا ننظم وقتنا طبعا طلعنا رحنا على المول المول في الباركينج طبعا في الفير موجود الملاهي المتنقله فدخلنا هون على المول هذا محل اسمه جيسي بني حاطط تنزيلات اربعين في المية صبايا لكسنتون اللي بتحب طبعا هذا المحل فيها يعني اللي اللي بثمانين بتطلع عليها يمكن تقريبا بستين دولار يعني اسعاره كثير منيحة طبعا هون قسم المكياج دخلنا اتفرجنا بنتي كانت بدها اشي اشترت من سيفورا طبعا شوفوا هدول الفراشي حلوين طبعا واسعارهم كمان مناسبة للي بحب طبعا محل المكياج هاد في طبعا براند نيم وفي من الغالي وفي من الرخيص جدا جدا ممتاز يعني بنصح فيه للي بحبوا يشتروا المكياجات والكريمات والروائح طبعا في قسم للريحه جدا رائع آه، اللهم صلي على سيد محمد حبيباتي انا ما بعمل دعايه بالمره انا بس حبيت اورجيكم يعني المحل في صبايا بيتحيروا وين يروحوا محل طبعا المول فيه كل انواع المحلات اللبس المكياجات بعيد منكم الشوز طبعا آه، كنا بدنا شوز طبعا اشترينا شوز ورنن uh, شوز uh, كنا بدنا كمان علشان قررنا ان نصير نطلع نمشي دخلنا على الاتش ام طبعا حبيت اورجيكم الالوان اللي نازلة بها الوقت uh, ما توفقنا من الاتش ام ملكناش اشي طبعا بس في اشياء آه، ثانية بنتي ما عجبها اشي شوفوا نازل الابيض مع الاسود والدرجات الالوان الحلوة الترابية كثير نازلة فالحمد لله رب العالمين كان مشوار كثير حلو وانبسطنا كثير كثير شوفوا هذول التنانير كثير عجبوني ما احلاهم وفي منهم كذا نوم كذا لون في الاتش الالوان النهدي والبيج, والبيج والابيض والاسود والكحلي موجودين للي بحب اشي زي هيك طبعا بحبوا في الصبايا بحبوا يلبسوا تنانير كثير فكثير حلوين هي كثير كثير ناعمه ولونها هادي آه، الالوان الزهري والفوشي كثير كثير برضو دارجة هال هالوقت طبعا آه، هاي ناعمة كمان الالوان حلوة ما شاء الله يعني اشكال والوان اللي بس بالمول اللي بحب طبعا تمشينا ما شاء الله مشينا المول تقريبا كل انا وبنتي طبعا بنتي كان عليها الاسبوع اللي فات فاينلز دراسة مكثفة بالنسبة لعيد الأم برضو هذا المحل ممتاز حاطط كمان تنزيلات مثلا آه يعني هذا الست كله بحوالي مية دولار بيحسبوه لكم إياه بخمسة وأربعين كريمات الست الكريمات هاي شوفوا كمان الشمعدانات كثير كثير عنده أشياء حلوة عن جد محل جدا رائع للي بحب الكريمات للبادي لوشن آه طبعا والمست سبري كثير عندهم آه رائع وريحته كثير حلوة عندهم يعني كذا نكهات وكذا اشي تشكيلات كثير عديدة كثير انا هذا المحل بحب اجي عليه شوفوا هذا بتحطوا فيه الشمع شوفوا ما احلاها وما انعمها كثير كثير الستاند او الهولدر كثير رائع جدا ناعم طبعا حبايبي حلو هيك الواحد يقضي اخر الاسبوع طبعا هيك يطلع مع اولاده بينبسطوا بيتفرجوا بيتغدوا مع بعض واكثر شيء اكثر شيء الممتع ان الواحد بيقضي وقت كمان مع اولاده آه، اليوم كثير كان حلو انه كمان الواحد يطلع على الحدائق يطلع على البركات آه، يشوي يقضي آه، آه، ايام آه، يعني وقت حلو برضو يطعم البط عندكم خبز بالبيت مش عارفين ايش تعملوا فيه طعموا للبط بتكبسوا تكسب تكسبوا فيهم كثير اجر شوفوا هذا الحصان عجبني حاطينه جديد الستاتشيو فحبيت اصوركم شويه هيك وتمشينا طبعا كان في شخص رجال هيك كان يعزف على البيانو عزفه كثير كان حلو شوفوا هالالوان اللي بتجنن حبايبي بتمنى تكونوا استمتعتوا لل يعني في الفيديو حبيتوا ما تنسوني تحطوا لي اشياء لايكاتي سبسكرايب أه, تابعوني على اليوتيوب شورت مرات كمان بنزل على التيك توك طبعا حساب سفره مع سمار ففيكم تروحوا وتشوفوا برضو هنا طبعا مكان للاولاد الاصغار المكان للعب البلاي اريا طبعا اللي يعني في المول بيتسوقوا بيقعدوا بيرتاحوا بلعبوا اولادهم طبعا هذا المايكل كورس طبعا ما دخلت عليه بس حبيت اورجيكم هاي الشنطة الاورانج ف حلو حلو يعني بعد الغدا الواحد انه يتمشى برضو طبعا مشينا المول كليته لفناه منيح منيح طبعا يعني وتغدينا و برضو بعد ما تغدينا اتمشينا فيه طبعا حلو انه الواحد برضو يهدم ويحرك فما شاء الله طبعا هنا جينا طلبنا اكل طلبت انا معكرونة بالجمبري بنت طلبت ترياكي تشيكن مع الخضار اتغدينا وانبسطنا وحبايبي اذا وصلت لهون شكرا لكم لمتابعتكم بحبكم في الله واستنونا بفيديوهات وصفات جديدة حبايبي وباي باي, باي